113 على الأقل عدد السوريين الذين قتلوا خلال آخر 4 أيام فقط من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، بينهم 25 سيدة و35 طفلاً. قبل سنوات فر هؤلاء من الموت في سوريا، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة معه في لبنان، وتجنباً للمصير ذاته بدأ سوريون كثيرون ممن يعيشون في لبنان رحلة جديدة للبحث عن ملاذ آمن، لكن الرحلة لم تكن بهذه السهولة. وصار الضرب علينا وعلى الجميع، يعني الله يحمي الجميع، فما حسيت إلا فان كمشت العيلة وأمي وطلعناهم وجينا لهون على صيد على المدرسة الكويتية. قالوا لنا إنه فتحوا يستقبلوا العالم، ما عندنا مكان نروح عليه، ما عندنا أي شيء. فعلى وقع التصعيد الإسرائيلي العنيف الذي يشهده لبنان منذ 16 من شهر سبتمبر، تعمل منظمات دولية على مساعدة اللاجئين السوريين الذين نزحوا داخلياً هذا الأسبوع، لاسيما وأن معظمهم لم يتمكن من الحصول على مأوى إثر الانتقال من الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت وغيرها من المناطق. لا نستقبل سوريين، جملة وقفت سداً بين السوريين وحصولهم على المساعدة عندما حاولوا اللجوء إلى المدارس ومراكز الإيواء التي جهزتها الحكومة اللبنانية لاستقبال النازحين في لبنان، ليتابع السوريون كثر رحلة البحث عن مأوى داخل لبنان سيراً على الأقدام، مضطرين في بعض الأحيان إلى النوم في العراء، ومن حالفه الحظ ساعدته عائلات لبنانية في بلد لا يعتبر سكانه من المرحبين بالنازحين السوريين، والذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، فيما يعيش كثيرون دون تسجيل أنفسهم كلاجئين في السجلات الرسمية. لذلك كان خيار العودة إلى سوريا الحل الوحيد بالنسبة لآخرين. طلعنا بس بتيابنا دولة، شنطنا ظلنا محاصرين نهارين، صواريخ حدنا من هون وهون، سكروا علينا الطرقات، بينا نطلع من ما خلونا، ظلنا محاصرين بدون لا أكل ولا مي نهارين هناك بالجنوب، والعالم عم نشوفها تموت اسمه قدامنا. أنا طلعت من هون من سوريا بال 2014 من تحت الحرب والدمار اللي هون صار، طلعنا على لبنان على الجنوب، عشنا بالجنوب، اشتغلنا بالجنوب، واجت هاي الحرب آخر حرب بالجنوب، وصار قصف كتير ودمار كتير بالجنوب، وطلعنا من الجنوب يعني من تحت القصف طلعنا يا دوب وصلنا، صرنا 3 أيام على الطريق. التسهيلات لعبور النازحين من لبنان إلى سوريا التي أعلنت عنها الحكومة السورية دفعت سوريين كثر إلى التفكير بالعودة إلى بلادهم، لكنهم فوجئوا بأن هذه التسهيلات لم تكن تعنيهم، بل كانت مخصصة للبنانيين بطريقة أو بأخرى، إذ لا يزال على السوريين العائدين صرف مبلغ $100 على المعابر الحدودية الذي تفرض دمشق على السوريين ومن في حكمهم تصريفها إلى الليرة السورية عند دخولهم البلاد. وسط حديث عن عدم تمكن عدد من اللاجئين من الدخول إلى سوريا بشكل نظامي عبر المعابر الحدودية لعدم امتلاكهم $100 أساساً، وحتى مساء الخميس 26 سبتمبر عبر نحو 22 ألف شخص الحدود إلى سوريا، كان بينهم 15 ألف سوري بحسب مصادر أمنية سورية لوكالة فرانس بريس، بينما ازداد العدد بحلول صباح الجمعة. لم يصدر أي استثناء للسوريين العائدين، وبدلاً من ذلك وجه مصرف سوريا المركزي المصارف ممن تملك مكاتب متنقلة أو شركات للصرافة بالتوجه نحو المعابر الحدودية السورية اللبنانية في ظل دخول آلاف اللبنانيين والسوريين إلى سوريا، ما جعل مئات المركبات تتكدس على الحدود. صار الغصف وطلعنا والحمد لله ما فينا شيء نحن، والوضع هناك مو كتير منيح يعني لدرجة الواحد أنه يضل برات البلد، وجينا لون على بلدنا يعني. الإجراءات المعقدة دفعت بعض السوريين لدخول البلاد عن طريق التهريب، فيما كان الخوف الدافع الأكبر لهذه العملية، إذ لا يعلم العديد من السوريين مصيرهم من الناحية الأمنية، ويخشى كثيرون أن يكونوا ضحية للاعتقال أو التوقيف، فيما يسود توجس لدى البعض من موجة ارتفاع أسعار جديدة وتحديداً في إيجارات المنازل، لذا يخطط هؤلاء للعودة إلى لبنان عندما تهدأ الأوضاع وبنفس الطريقة. كل شيء يصبح أسهل مع التكرار إلا الحرب، وهذا هو الأمر بالنسبة للسوريين الذين لم تتوقف معاناتهم خلال سنوات إقامتهم في لبنان، وسط مجتمع لا يرحب بهم ووطن غير متحمس لاستقبالهم، لتصبح رحلة الهروب من الموت جزءاً من حياتهم اليومية.